لبعض الصور وانت هتبعت لهم فويس نوت. ماشي ماشي ماشي. بس تبقى كوره برضو، لان انا ايه بلاش تبقى كوره برضو، لا ما هو دي ده شخصيات وهتبعت لها انت فويس نوت، سواء بقى كوره او مش كوره. مش كلهم كوره، هم اغلبهم كوره طبعا، بس مش كلهم كوره يعني. وخلي بالك بقى الكوره طبيعه الحال انت فاهم دي اللعبه الشعبيه الاولى في العالم، مش عندنا احنا بس يعني. قدرنا بقى. انت بتزعل من الموضوع ده؟ لا مش بقى يعني، لا مش انت كعضو مجلس اداره قصدي يعني. دايما بحس اللعبات الفرديه بيبقى عندهم اللي هو يا جماعه انتوا مش كل حاجه كوره يا جماعه. لا لا خالص، مش عندي دي خالص. انا عايز ابقى اضيف يعني، الوقت اللي انا موجود فيه بقى اضيف حاجه، فهضيف حاجه لازم تبقى عندي المعلومه، صحيح مش عندي صحيح المعلومه للاسف. صحيح صحيح. طيب نروح لاول صوره، بيبو. اوف، انت ده كان المفروض تبقى اخر صوره دي، المفروض دي تبقى لا اخر ده صوره. اول لا واحده نختم طبعا، بيها دي، لا كان نختم بيها. الطلعه الاولانيه. يعني ربنا يديله الصحه والله. ويعني هو بتشوفه بصراحه افضل رئيس نادي جه في تاريخ الاهلي؟ احنا يعني هنتكلم بالنتائج، لا هنتكلم باي معيار انت، المعيار بتاعك انت، انت حدد المعيار طبقا لمعيارك، انت بتشوفه احسن رئيس نادي في تاريخ الاهلي؟ طبعا كابتن محمود الخطيب يعني من جميع الجوانب، على فكره في جوانب كتير جدا الناس ما تعرفهاش غير موضوع الكوره اللي الكابتن بيعملها، بيخش في تفاصيل التفاصيل، كل الالعاب، كل المواضيع، كل الملفات، بيتعب جدا طول الوقت قاعد في النادي. فلا صراحه يعني علمنا الاجتهاد والاصرار صراحه في الحته الاداريه، صبور هادي، عنده ثبات انفعالي، ربنا يديله الصحة صراحة ويكرمه. ودي طول الوقت يعني منورنا ونتعلم منه ويضيف لنا. وانا بالنسبة لي يعني بعتبر نفسي محظوظ جدا جدا ان انا اتشرفت ان انا اكون معاه في مجلس الادارة ودورتين، وكمان يختارني في المكتب التنفيذي. دي حاجة بالنسبة لي ثقة ومسؤولية كبيرة جدا جدا يعني. الصورة اللي بعد كده المهندس محمود طاهر. هو طاهر برضو يعني من الشخصيات الجميله جدا، عمري يعني ما شفت منه حاجه وحشه على بتشوفه المستوى. اتظلم في وقت من الاوقات؟ اتظلم كتير، يعني في كتير الوقت بس اللي كان ماسك فيه نادي اتظلم ناس يعني من جوه الاهلي كتير ظلمته او قالت عليه اتهامات مش حقيقيه؟ انا بقول انه الحاضر لا وقتها لما كان هو، قلت ان الحاضر بيظلمه لكن المستقبل هينصفه والتاريخ مش هينساه. يعني عمل حاجات كتير كويسه على مستوى القطاعات اللي زين كره القدم او النشاط الرياضي او الانشاءات والمنشآت. يعني نروح بعد كده للراحل العمري فاروق. والله اثر فيا جامد على المستوى الشخصي، يعني عايز اقول لك ان لحد دلوقتي مش متخيل ان هو توفى. اوقات برجع للفويسز بيني وبينه على الواتساب، اسمع صوته بس، اسمع صوته ربنا يرحمه ورب يجعله في جنه ونعمه، ربنا يرحمه. بعد كده الكابيتانو حسام غالي. حسام غالي حبيبي من اجمل الشخصيات، لسه كنت بتشعر لي فيه في الفصل. من اجمل الشخصيات اللي اتعاملت معاها. انسان ابيض ونظيف وواضح، يعني عارف يعني بتنطبق عليه قصة الآية اللي هي عارف، بسم الله الرحمن الرحيم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية. عارف لما بيبقى عنده، لما بيبقى ماسك موضوع بيتكلم فيه، بيبادر، عنده الشجاعة، عنده وضوح، ما عارف ما بيرقصش على السلم، ما بيمسكش العصاية من النص. صراحة من الشخصيات الجميلة، اتمنى له كل التوفيق. شخصية جميلة شخصية رهيبة جدا يعني. ومحترمة وشخصية جداً مختلفة جدا، مختلف مختلف، عنده حالة، عنده هالة ربنا كرمه بيها على المستوى الفني وعلى المستوى الأخلاقي، على المستوى الإداري كمان بيكتسب خبرات. أتمنى له كل التوفيق يا رب إن شاء الله، وأتمنى أشوفه في أحسن بتشوف مكان. بتشوف إن هو بيتظلم كتير في حملات بتتعمل عليه وهو بيكون يعني بعيد تماما عن اللي بيتقال فيها؟ صحيح، مليون في المية، مليون في المية. يعني بعض الحملات تتعمل عليه، بعض ردود الفعل السلبيه تجاهه ما بتبقاش صحيحه خالص، بعض الـ 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 النقد بيتوجه له هو ما بيكونش طيب. طرف خالص، هو عشان ما بيتكلمش كتير. ايوه. الصوره اللي بعد كده مش خلاص ولا ايه؟ كابتن هناء حمزه. يعني لا تعليق، يعني لا تعليق. اخر صوره الكابتن خالد بيبو. من الشخصيات الجميله برضو اللي اتشرفت اللي كنت معاه في كنت رئيس بعثه الاهلي في غانا. أي. اللي حصلت فيها ازمه الطياره دي.
اللي هي كان في مشكله في الطياره، قربت منه جدا، ادارته للفريق مختلفه جدا، وبرضه بشوف ان هو من الناس اللي اتظلمت في التقييم، والسبب بسيط طبعا ان هو جه بعد كابتن سيد عبد الحفيظ، فطبعا المقارنه كانت مش فير قوي.